السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. جايبه لكم اسعار حلاوة المولد وعرايس المولد. ده في التجمع، استاذ احمد العنوان، البنفسج 4 جنب مول البركة. اهلا وسهلا. عرفنا بقى الاسعار ايه والاشكال الجميلة اللي معانا دي. دي كلها تبقى اسعار الكيلو يعني مشكل ب 170. في حاجات تبقى اكتر من 170، في حاجات اقل من 170، فاحنا بنبيعه كله بعضه مع بعض 170 جنيه. واسعار العرايس، اسعار العرايس بتبدا معاكي من 150 مثلا ل 450، 500 فين ام 150 وفين ام 450. دي ام 150، دي ام 150. عندك كل حاجه هنا بتجيله مشكل. ودي بكام؟ دي عامله 350. 350 وام 450 فين؟ ده تل بس، ده تل ناشف بس. وام 450 عندك دول الاثنين، دي الحاجات ام 450. طبعا لها حلاوه مولد حسب طلب بيتحط فيها حلاوه المولد، مش كده؟ والكبيره دي كمان برضو ب 450. عندك كل حاجه هناك في الستاندات، من نوجا لاشطاله كل حاجه، 100 و 600 و 500، كل الكيلو 170، بس المكسرات دي بتبقى سعر تاني. المكسرات اسعارها ايه طيب؟ عندك مثلا منوى السلوى كيلو 700، في عندك الملبن مع فستق ومستكة كيلو 800. ايه الاسعار الغاليه قوي دي؟ حاجات الفستق 800 والحلاوه؟ لا، الفستق السنه دي لانه غالي. بس الاسعار غاليه قوي قوي. عندك الاقراص دي، القرص ب 50، بندق ولوز كاجو، القرص ب 50. ركزوا. الملبن عين جمل كيلو 250. طب في اقبال بقى على الحلاوه زي كل سنه ولا لسه؟ لا السنه دي والله يعني السنه دي لا صعبة. مش كده؟ عشان عشان الاسعار عاليه قوي دوبل. ايه هي عدت الدوبل؟ عمري ما كنت بسمع ان في حاجه ب 800. والعروسه العجله دي بكام؟ 450. دي بتنور، دي بتنور. والاسعار بقى بتاعه الفوليه والحاجات من ضمن التشكيله ب 170. في بندق بسيمه مكسرات، بسيمه بندق. طب اوعى بقى تعالى كده عشان اجيب المحل كله. عنوان تاني للتجمع الاول، بنفسج 4 جنب مول البركه. تشرفت بحضرتك. الله يخليك.